صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في العاشر من غشت من كل سنة. يسعدني في البداية أن أرحب بأفراد جاليتنا المقيمة بالخارج الذين أبوا إلا أن يشاركون مراسم هذا الاحتفال باليوم الوطني للجالية المنظم على شرفهم من طرف عمالة إقليم القنيطرة، بمشاركة كافة المصالح لا ممركزة والشركاء من القطاع الشبه العمومي والخاص. ويشكل هذا اللقاء التواصل مناسبة لاستعراض إنجازات وتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج وتسليط الضوء على مساهمتهم القيمة في مختلف الأوراق التنموية لوطنهم والاطلاع على احتياجاتهم وفتح قنوات التواصل بينهم وبين مختلف المصالح والمؤسسات بهدف تحفيز الشباب وحامل المشاريع من المغاربة المقيمين بالخارج على الاستفادة من الفرص المتعددة للاستثمار التي يتيحها المغرب في مختلف المجالات وترسيخ دورهم في المساهمة في التحول التنموي الكبير الذي تعرفه بلادنا. وفي هذا الإطار لا يخفى عليكم العناية المولوية السامية التي وليها مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج سواء في بلدان الإقامة من خلال الدفاع عن حقوقهم والحفاظ على هويتهم الوطنية والدينية والثقافية أو داخل أرض الوطن بإعطاء قضاياهم كل العناية والاهتمام. وحرص مولانا أمير المؤمنين نصره الله الدائم على رعاية شؤون المغاربة العالم هو ضمان حسن استقبالهم وتقريب الخدمات منهم على من الاحتضان والمواكبة والشراكة بما يعود بالنفع على الجميع. انتهى منطوق الخطاب الملكي السابق. حضرات السيدات والسادة، إن الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار الشباب المغاربة بالخارج انتظارات وإسهامات، ما هو إلا تأكيد وحرص متواصل على إشراك الجالية المقيمة بالخارج في آليات تنزيل وتنفيذ النموذج التنموي الجديد للمملكة وفق مقاربة تشاركية تروم تعزيز مسارات التنمية من أجل ضمان استفادة بلادنا من قدرات شبابه بالخارج. وباعتبارهم شباب مبدعون وقادرون على المنافسة عالميا بالنظر إلى الكفاءات العالية التي يتوفرون عليها والتي مكنتهم من تحقيق نجاحات مبهرة ومشرفة في مختلف أنحاء العالم. وبمناسبة الاحتفاء بهذا اليوم الوطني فإني أدعو جميع السلطات المحلية والسادة رؤساء الجماعات الترابية وكافة المصالح لا ممركزة لاستحضار نص الخطاب الثاني الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يوم 29 غشت 2023 بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى 24 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، حيث قال مولانا المنصور بن الله المنطوق الملكي: فكلما كانت الجدية حافزنا فكلما نجحنا في تجاوز الصعوبات ورفع التحديات. فالشباب المغربي متى توفرت له الظروف وتسلح بالجد وبروح الوطنية دائما ما يبهر العالم بإنجازات كبيرة وغير مسبوقة كتلك التي حققها المنتخب الوطني في كأس العالم. فقد قدم أبناؤنا بشهادة الجميع وطنيا ودوليا أجمل صور حب الوطن والوحدة والتلاحم العائلي والشعبي وأثار مشاعر الفخر والاعتزاز لدينا ولدى كل مكونات الشعب المغربي. انتهى منطوق الخطاب الملكي السابق. حضرات السيدات والسادة، لقد وضع المغرب الشباب في قلب ديناميات النموذج التنموي الجديد تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية من خلال تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وملائمة مسارات التكوين المهني بما يتماشى مع متطلبات سوق الشغل وخاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتيك وغيرها من الأنشطة ذات القيمة المضافة والمردودية العالية. كما تم تعزيز المنصات الخاصة بمواكبة وتأطير الشباب وخلق فضاءات التكفل بالشباب والفضاءات الموجهة للتكنولوجيا الجديدة للمعلومات والاتصال بجانب تقوية آليات المصاحبة والتمويل المتعلقة بتعزيز روح المبادرة المقاولاتية عند الشباب. مجالات عدة كالفلاحة والصناعات الغذائية وصناعة مكونات وأجزاء السيارات والسياحة والتجارة والخدمات. وبهذا الخصوص لعل مشروع محطة التسريع الصناعي الأطلسية والقطب الصناعي لمجموعة سكالانتيس
خير دليل على قدرة إقليم قنيطرة على توفير أحسن مناخ لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والوطنية، وحرصا منا على مواكبة أفراد جاليتنا بالخارج في مشاريعهم التنموية، أهيب بكافة السلطات والمصالح اللامركزة الممثلة في هذا اللقاء بذل المزيد من الجهد لتذليل كل الصعوبات وتقديم كافة أشكال الدعم والمؤازرة والتوجيه والإرشاد ومواكبة أفراد الجالية لقضاء أغراضها الإدارية وتحقيق مآلبها ومساعدتها لتمكينها من الإسهام في النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا. وفقنا الله لما فيه خير لبلدنا تحت القيادة الراشدة لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعز الله أمره ونصره وأقر عينه بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد عروضه بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير الرشيد مولاي الرشيد، وحفظه في سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.